هذا ولطالما مثل جسر الملك فهد شريان حياة نابضا بالمحبة بين مملكتين شقيقتين جمعتهما أواصر القربة والأخوة والتاريخ وغيرها من الركائز التي تستند إليها العلاقات الممتدة جذورها بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والشعبين الشقيقين. إنه عرس ليس استئنافا عاديا لحركة السفر. جسر الملك فهد تزين بأعلام المملكتين الشقيقتين وتلألأ بنور زوارها من المملكة العربية السعودية. والله والهانين على البحرين من زمان ما صدقنا وحنا دخلنا، وحشتونا والله. كل البحرين كل ما فيها وحشتنا والله. في كل عام وانتم بخير وجد اشتقنا لكم. فأهم شيء نشوف أخواننا، نشوف ربعنا، نشوف أهلنا. وحشتونا والله. ووصل الأشقاء بلهفة ومحبة إلى مملكة البحرين بعد انقطاع دام لأكثر من عام، وكانت الجموع الغفيرة من المواطنين البحرينيين في استقبالهم معبرين عن فرحتهم واشتياقهم. حنا اللي ولهنا عليكم والله، أهلنا والله العظيم. ولهنا عليكم مرة والله. أول حاجة الأهل إن شاء الله نزورهم. إيه والله صار لنا فترة ما شفناهم، إن شاء الله نروح نفرح بشوفتهم ونرتاح وياهم، وربي يبعد عنا هالوباء إن شاء الله ونرتاح جميعا. الحين حسيت فرحة العيد صراحة. كل عام وانتم بخير، اشتقنا لكم كثير وانبسطنا وردت لنا روحنا. الحين أول ما شمينا ريحة البحرين. بدأت القصة على حدود المملكتين ليكون مؤشرا قويا على تعزيز الروابط الاجتماعية والحركة الاقتصادية بين البلدين، لكن بخطوات احترازية وباتباع إجراءات ميسرة بشرط تلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا أو التعافي منه. بالورود والابتسامة والقلوب الصادقة تستقبل الشعوب لبعضها البعض بكل حفاوة، فهو خير دليل على أن البحرين والسعودية شعب واحد تربطهما علاقات أخوة وتاريخ ومصير واحد. ويعد جسر الملك فهد الذي افتتح قبل أكثر من 35 عاما شريانا مهما يربط المملكتين الشقيقتين، وأسهم هذا الجسر في تحقق العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للبحرين والسعودية وكذلك لدول مجلس التعاون الخليجي.